السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على دي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل من ربنا ونعمة مع شرح المسند والبخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومرضى عنا شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وما زلنا مع كتاب الوصايا. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله: لأعنتكم، لأحرجكم وضيق، لأحرجكم وضيق. قال: وعنت، خضعت. ثم قال رحمه الله: وقال لنا سليمان. قال لنا، عليكم السلام وبركاته. نعم، هذا التعليق. قال لنا، نعم. سليمان بن بلال، سليمان بن حرب، سيد أبو أيوب. أبو أيوب من الثقات. قال: حدثنا حماد. حماد بن حماد بن زيد، من الثقات الأزبات، من أساطير المحدثين. قال: عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني، من الثقات الأزبات، رضي الله جماعة. قال: عن نافع. قال إيش؟ عن نافع. قال: عن نافع، نافع مولى بن عمر، وهو أثبت النسب بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال: ما رد ابن عمر. ابن عمر، ابن عمر من السبع المكثرين على النبي الأمين، صحابي من صحابي الثري رضي الله عنه وأرضاه. أنه قال ما رد عن نافع، أنه قال: ما رد ابن عمر رضي الله عنهما على أحد وصية. قال: وكان ابن سيرين رحمه الله أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظر الذي هو خير له. قال: وكان طاووس رحمه الله إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: والله يعلم المفسد من المصلح. لا حول. قال: وقال عطاء رحمه الله: في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته. نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليك. في نزول قول الله تعالى: ولا تقربوا المال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني تحسس الناس. وأيضا أرعبهم قول الله تعالى: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فخشي كل واحد منهم من الاختلاط. تحرجوا من خلط طعامهم بأطعمة اليتامى، فعزلوا أطعمة اليتامى حتى ربما فسدت عليهم، فنزلت وإن تخالطوهم، يعني يهون الأمر عليهم. وإن تخالطوهم أي في الطعام والشراب والسكنة واستخدام العبيد فإخوانكم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بقيت الغنم لا راعي لها والطعام ليس له صانع. فنزلت ونسخ ذلك. قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. ما معنى ذلك؟ بأن الله جل وعلا يعلم من نيته الإصلاح ومن نيته الإفساد. والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من يخالطهم للخيانة ومن لا يريد الخيانة. وهذه يعني بيّنت الأمر، وأن المخالطة بالمعروف تجوز، وأن هذا حفاظا على أموالهم وأموال اليتامى. ولذلك إلى أن قال الله تعالى: لعنتكم، أي لأخرجكم إلى الأحرجكم وضيق عليكم، يعني شدد عليكم في عدم المخالطة، أو يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى مبقا مهلكا. لكنه يسر ووسع وقال: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أما في قولي وعنت الوجوه، يعني خضعت، وهذه في سورة طه. نعم، وفيها كما قلت الأصل فيها على مسألة مخالطة اليتامى في الأطعمة من أجل الحفاظ على أموالهم، وإلا لو تركوها لفسدت. لذلك الله جل وعلا يسر عليهم في هذا الباب ووسع عليهم في هذا، وقال: من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأنت ترى أن الرفقاء في السفر يجمعون ويجتمعون ويجمعون الطعام عندهم ويأكلون، وقد يأكل الواحد منهم أقل ما يأكل الآخر، والآخر يأكل أضعاف مضاعفة فوق الآخر، وكانوا يجتمعون ويضعون الطعام معا ويهيئون أنفسهم لذلك. وهذا فيه الخير، هذا فيه الخير، في ذلك واسع، يعني الأمر عند الله واسع. والعلماء يقولون هذا لأن الله وسع ذلك في اليتامى، فلن يكون أوسع في غيره من باب أولى.
ومعاملة اليتيم لها ضوابط شرعية حتى يصل الإنسان فيها إلى رضا رب البرية، وأنه من أحسن أحسن الله إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. نعم، صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. عامة رقة القلب منوطة بالتعامل مع اليتيم، واليتيم أيضا في ماله لابد أن يكون الوصي من أنبل الناس ومن أحسن الناس تعاملا، أن كان غنيا فلا يقرب ماله ويحفظه له، وإن كان فقيرا يأكل عند لصيانته لهذا المال، يأكل بالمعروف. وهذا يعني كما قاله العلماء، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه عندما عمل لما أوقف وجعل أنه يأكل غير متأثر، يأكل لكن غير متأثر. الفوائد المستنبطة: إثبات النسخ في القرآن، لأنه قالوا أسلمك على تامة، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم، وقال والله يعلم المفسد من المصلح وإن تخالطوهم فإخوانكم. مدار القبول والرد عند الله جل وعلا النوايا، ورب البرايا أعلم بالخفايا. فضل الإحسان إلى اليتيم، فضل الإحسان إلى اليتيم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.